محطة قطارات المنصورة، بعد العمارات العتيقة الشاهقة القديمة التي تشهد على تاريخ المنصورة، إحدى الكنائس أمامنا، إحدى الكنائس، مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر. محطة قطارات المنصورة، ما زلنا في محطة قطارات المنصورة، التاريخ 12 أكتوبر 2019، قطار ديكيرنس والمنزلة، ما نشاهده قطار ديكيرنس والمنزلة. المنصورة من أعلى كما نراها، المنصورة كما نراها من محطة القطارات.